برعاية منظمة المغتربين السوريين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في لقاء متجدد من برنامجكم مجالسنا المحلية، والذي نستعرض فيه واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع. من هنا، من محافظة حلب الإباء، من دار العز والكرم، من دار الأمراء، في شمالها تتربع قلعة سمعان الشهيرة، شاهدة على تاريخ عريق عايشته جبال المدينة. أما في غربها فقمة جبل الشيخ الأشم يبرز شامخا كشموخ ثورة الشام وأهلها. في دار الثورة، في دارة عزة، تنادت سلة من أبناء المدينة لخدمة السكان وتنظيم الحراك المدني عبر مجلسهم المحلي. أعزائي المشاهدين، في بداية هذه الحلقة نرحب بضيوفنا السيد الأستاذ مروان الحلو، رئيس المجلس المحلي لمدينة دارة عزة وشاعر المدينة. أهلا وسهلا بك أستاذ مروان. أهلا وسهلا، بالسلام يا أهلا وسهلا. كما نرحب بالمهندس عبد الجبار الجر، رئيس المكتب الفني والهندسي في مجلس محلي لمدينة دارة عزة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذي. أستاذ مروان، حضرتكم في بداية دورة جديدة للمجلس المحلي لدارة عزة، تحكينا عن وصولكم لإدارة المجلس وكيف كان هذه وصولكم لإدارة المجلس؟ أول شيء نرحب فيكم في دارة عزة. دارة عزة كما ذكرت في مقدمتها، نعم، ومع شاعرها. ونبدأ يا دار عزة، أنت رمز للشمم، أنت المنى علمتني عز القيم، أهوى الهوى في قلعة مهوى الأمم، يشفي العليل هواؤها كل السقم، فابن العزيز بأرضنا رمز الشيم، نبراسنا في أمة خير الأمم، أهواك شعبا قادة شيبا شبابا إخوة راياتهم فوق القمم، هذه الجماهير التي قد رددت أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم في أرضنا أرض الكرم. ما شاء الله، هذا الشعر من نظم أستاذ مروان. نعم، الله يبارك فيك. اكتب شعر. بالمناسبة قام سلم الشباب وتبنوا، وضعوا على عاتقهم خدمة البلد، ويمكن أول مجلس محلي بتشكل في دارة عزة في مدينة حلب. ما شاء الله. وكان العمل يعني تقريبا ب6/6/2012 أو حتى من البداية، قاموا الشباب بتأمين الأمور الحراك، هن كانوا على اطلاع مع الحراك الثوري وكانوا على قرب منه، وقاموا بتأمين العمل المدني وتأمين الخدمات المدنية. نعم. وكرسوا جهدهم لتأمين الخدمات المدنية وتفعيلها والتنسيق مع كافة الجهات الفاعلة على الأرض في ذلك الوقت من ثورية وغيرها. نعم، وفاعلين. وفاعلين على الأرض. نعم. وتشكل المجلس من البدايات مجلس مدينة دارة عزة، ويمكن قبل تشكيل مجلس المحافظة، وكان أول مجلس في مدينة حلب. نعم. انطلق المجلس، وكان غالبا ما يتم المجلس يعني بالتوافق مع أغلب الشباب الفاعلة على الأرض والنخب السياسية والنخب المدنية. وهذا المجلس هو مجلس يعني تشريف يعني تكليف وخدمة. نعم. خدمي كان غالبا كان يقوم على الخدمة، وكانت هذه الخدمة بدون مقابل، وتطوعوا الشباب فيها إلى أن تطورت الأمور ووصلت الأمور حسب الأوضاع اللي عم نشوفها لتأمين. يعني أنا يعني ما لا أريد أن أتكلم كما يظن البعض أنه المجلس المحلي فقط هدفه السلة الإغاثية. نعم. والسلات الإغاثية والاهتمام كله منصب على السلات الإغاثية. أستاذ مروان، إن شاء الله تعالى رح نتطرق لهذا الموضوع، لكن الآن نريد أن نضع في المشاهد كيف وصلتم الآن، أنتم في الدورة الرابعة صحيح؟ تقريبا في الدورة كيف الرابعة. كيف كان وصولكم؟ كانت عبارة عن توافق. نعم. مع الشباب والنخب الموجودة على الأرض. نعم. والحمد لله يعني رحنا رايدين نخدم هالبلد، وجبنا بالعناصر اللي جاء. نعم. اللي حابة تخدم، ف
فما في أي مانع نكون لهن. كم عضو الآن في مجلس المحلي؟ حاليا يعني تقريبا في شيء 21 عضو. 21 عضو، هل ال 21 عضو الذين وصلوا لعضوية المجلس المحلي يمثلوا مختلف الأطياف والمكونات الفاعلة في دارة عزة؟ غالبا يمثلوا كافة الأطياف والنخب والكفاءات العلمية الموجودة، يعني التمثيل عم بيكون على غالبا على حسب الكفاءة أغلب الأمور يعني. نعم. عم بتصير بحسب. حاليا أهم المكاتب الموجودة في المكاتب التنفيذية الموجودة في المجلس. المجلس يقوم على كافة المكاتب، أهميتها حسب موجودة، بس أنا عندي مجلس، هذا المجلس مهيكل برئيس مجلس. نعم. ونائب رئيس مجلس. نعم. وأمين السر للمجلس، وفي عندي المكاتب المجلس، في عندي. نعم. مكتب تعليمي. نعم. مكتب خدمي، مكتب هندسي. نعم. بديره الأستاذ عبد الجبار. نعم. في عندي مكتب علاقات. نعم. في عندي مكتب قانوني، في عندي مكتب إغاثي، في عندي 11 مكتب للمدينة. نعم. هنا ننتقل للسيد عبد الجبار. سيدي، مكتب الفني والهندسي في المجلس المحلي مدينة دارة عزة، ما عمله، ما توصيفه حقيقة من التوصيفات الجديدة التي نسمع فيها بالمجالس، فما دور المكتب الهندسي والفني في المجلس المحلي لدارة عزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. الله في مدينة مجلس مدينة دارة عزة. طبعا المكتب الفني والهندسي ضمن الظروف الحالية هو من أهم المكاتب التي تقوم بعملها في المجلس المحلي. نعم. الحاجة الماسة له طبعا المكتب الفني يقوم بمراقبة أعمال البناء ومنع التجاوزات على الأملاك العامة وعلى الشوارع، بالإضافة إلى تقديم مقترحات المشاريع التي تهم المواطن في الظروف الحالية الراهنة والصعبة، ومراسلة الجهات الداعمة والمنظمات الدولية من أجل تمويل الدعم المالي اللازم من أجل تنفيذ المشاريع التي تهم المواطنين في مدينة دارة عزة وريفها. سيدي، ضبط الرخص والبناء وكذا، ما مستوى يعني الواقع واقعيا؟ هل هناك فعلا ضبط كامل للأمور، مخالفات البناء أو ما شابه ذلك؟ وما هي الآلية تتبعونها لضبط مثل كذا مخالفات؟ طبعا نحن اي شكوى بتجينا من اي مواطن انه في حال القيام بالبناء، طبعا نحن عملنا اعلان في المجلس المحلي لكل المواطنين وعن طريق وسائل الاتصال الالكتروني وعلى صفحه المجلس المحلي انه اي مواطن يريد البناء يجب عليه مراجعه المجلس المحلي والمكتب الفني فيه من اجل التاكد من عدم تجاوزه على الاملاك العامه قبل البدء بالبناء. طبعا حاليا ما في رخص بشكل نظامي، المواطن يقوم بالبناء بدون أي رخصة، فلذلك طلبنا من المواطنين أن مراجعة المكتب قبل البدء بالبناء. فقسم من المواطنين يقوم بمراجعة المكتب الفني. نعم. من أجل الكشف على أرضه قبل البناء، وقسم منهم يقوم بشكل إفرادي بالبناء، وقسم منهم يتجاوز على الأملاك العامة. طبعا نحن نقوم بشكل ودي بمنعه من تجاوز على الأملاك العامة، وفي حال عدم الاستجابة. نعم. للطلب المجلس. نعم. أو المكتب، نقوم بعمل مذكرة قضائية بحقه وتحويلها إلى المحكمة التي تقوم بدورها بتسجيل هذا الملف وإيقافه عن العمل. نعم. نعود للسيد مروان. سيدي، من أكثر من شهر استلمتم إدارة المجلس المحلي في مدينة دارة عزة، الوضع الذي كان سائد عليه في السابق، وكيف وما هو الانتقال الذي سيقدمه المجلس المحلي الجديد في مدينة دارة عزة؟ المجلس المحلي هو عبارة عن مؤسسة بتتابع فيها العمل، يعني نحن مؤسسة بنت على خلال هالفترة الثورة كلها. نعم. فما نريد نحن هالمؤسسة تتهدم، نريد نتابع فيها، في هناك دراسات ومشاريع عم بتقوم. كنت أنا استلمت بعد شهر أو استلم بعدي، في مشاريع اللي بستلم بيتابعها وبيتابع هالمشاريع الرئيسية اللي هم المواطن، من مشاريع الكهرباء والنظافة والخدمات وحفر الآبار وتجهيز المياه، فكلها هي مشاريع ما تنقضى في دورة بجزء تطول. فهي المشاريع كل أخ بيقدم بيكون قبلك بيستلم بيسلم اللي بعده، هي مؤسسة بيستلم بتأدي دورك أنت فيها بشكل عمل مؤسساتي. إذن هو استمرارية لما بني سابق وتطوير لمرحلة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. الموارد المالية للمجلس، هل المجلس يعني أنتم هناك معروف مصاريف تشغيلية، محروقات، خدمات تقدموها، نظافة، كذا، من أين تأتي الموارد المالية للمجلس؟ هل هناك جباية؟ هل هناك موارد مالية ثابتة؟
حاولنا نفعل موضوع الخدمات والجباية على الأماكن العامة، وحطينا نظام جباية، ولكن هذا النظام نتيجة هالظروف الأمنية والظروف الحالية والضرب والأذى ما عم تتفعل بشكل نظامي. ونحن إن شاء الله في عنا دراسات لتفعيل موضوع الجباية، سواء بخدمات من النظافة أو خدمات من الكهرباء أو خدمات من الهاتف، فهي بدها تتفعل، ولكن عم ننتظر مثل ما قلت هالأجواء ما عم تسمح لنا نتابع فيها وإن شاء الله. طب نريد أن نوضح للناس، للمواطنين، للسكان أهمية الجباية. ماذا تعني أن يتقيد المواطن بدفع رسم جباية للمجلس المحلي؟ ماذا سوف ينعكس على المدينة؟ الجباية يعني كما قلت لك قبل أنه نحن بدنا ننتهي من موضوع المنظمات والاستجداءات للمنظمات، بدنا نعتمد على قدراتنا وكفاءاتنا الذاتية وإمكانياتنا الحالية لإدارة بلدنا. فهذا الموضوع أهم شيء نحن فيه. فنحن ما بدنا نضل نلهس وراء سلة الإغاثة، إن نعمل مشاريع إنتاجية، مشاريع تنموية استطيع تعيش الناس وتخدم الناس، وبالإضافة تأمن موارد للمجلس ولغير المجلس. عظيم. نعود للسيد عبد الجبار. سيدي، في جانب الفني وذكرت جانب المشاريع وإعداد مقترحات تمويل، ما هو أهم المشاريع الجارية حاليا تنفيذها في مدينة دارة عزة؟ طبعا تم تنفيذ مشاريع كثيرة في مدينة دارة عزة عن طريق المنظمات الداعمة، وحاليا يتم تنفيذ مشاريع أخرى. نعم. وهناك أعداد دراسات لمشاريع مستقبلية. ممكن نذكر يعني نستعرض المشاريع الآن التي يتم تنفيذها حاليا؟ حاليا عندنا تنفيذ مشاريع عن طريق صرف صحي عن طريق صندوق الائتمان. نعم. في قرية دير سمعان، وفي بعض الوصلات في الطرقية في مدينة دارة عزة، وفي الصرف الصحي للهيئة المهندسين. نعم. ذكرته. في عندنا كمان بعض المنظمات تقوم ببناء خزانات مياه وتجهيز آبار مياه الشرب في مدينة دارة عزة، كون المياه هي أهم حاجة ولحة في مدينة دارة عزة. عندنا مشاريع حاليا، عندنا برنامج تمكين نفذنا 3 مراحل من المشاريع في مجال البنية التحتية وسبل العيش والحوكمة. طبعا المشاريع كانت خلال فترة تقريبا 1.5 سنة، والآن في مرحلة هلق رابعة نقوم بإعداد الدراسات واستشارة الناس في حاجاتهم الضرورية من المشاريع التي تهم المواطنين، ثم نقوم بإعداد الدراسات اللازمة لها ونقوم برفعها للبرنامج وأخذ الموافق عليها، ثم نقوم بتنفيذ هذه المشاريع. دورة التمكين الحالية كم المبلغ المرصود؟ بأي دورة طبعا؟ هلا نحن بالدورة الرابعة. نعم. طبعا في دورة سابقة إلا ما بدي أذكر لك إياها. في الدورة الحالية. الدورة الحالية المبلغ 170,000 دولار. هل هناك مشاريع محددة تم رصدها تحديدا؟ طبعا نحن من ضمن الميزانية 170,000 دولار للدورة الرابعة تم عمل مشروع طوارئ بقيمة 23,000 دولار محروقات لصالح آليات المجلس المحلي والنظافة. نعم. ومضخات المياه وآليات دائرة المياه وبعض المشافين. نعم. طبعا هذا هل الآن ذكرنا يعني وتناقشنا مع الأستاذ مروان على موضوع التنموي، هل هناك في المشاريع القادمة الآن مراعاة الاكتفاء الذاتي، أمور الاكتفاء الذاتي، المشاريع التنموية التي تشغل أيادي عاملة؟ هلا نقوم حاليا يعني بالتركيز على موضوع المشاريع الاستثمارية الإنتاجية. نعم. التي تعطي إيراد لصالح المجلس من أجل القيام بتأدية خدماته للمواطن. نعم. بالاعتماد على القدرات الذاتية، لأنه المنظمات الدولية محدودة الدعم. هل هناك أمثلة مثل هكذا مشاريع؟ طبعا هلا نحن ضمن المرحلة الرابعة عندنا مقترحات مشاريع يعني إنتاجية سوف نقوم بها إذا أخذنا موافقة المواطنين عليها، من ضمن كازية للمجلس المحلي. نعم. بحيث تؤمن إيراد، بالإضافة إلى آليات تركس جنزير زائد باقر جنزير، طبعا هي حاجة ملحة للعمل المجلس. نعم. بالإضافة ممكن استثمارها في القطاع الخاص. بالإضافة لحنا عندنا آليات سابقة للمجلس المحلي، تركس وقلبات، أن نقوم بعض الأحيان في حال عدم حاجة لنا في المجلس المحلي نقوم بتأجيرها للجهات الخاصة وتؤمن لنا بعض الإيراد لصالح المجلس المحلي. سيد مروان، فريق البرنامج
أجرى استطلاعا للرأي في مدينة دار عزة حول مؤخرا ما حدث في ريف الشمالي والتقدم الذي جرى للنظام. كان هناك عائلات، آلاف العائلات نزحت باتجاه مدينة دار عزة وباتجاه الريف الغربي بشكل عام. أيضا هناك حول موضوع المعظم في شريحة لا بأس بها من السكان يظن أن عمل المجلس المحلي يتوقف على الشق الخدمي. فريق البرنامج أجرى استطلاع الرأي، سوف نذهب معهم إن شاء الله تعالى ونرى ما قاله السكان ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. إذا أعزائي المشاهدين نبقى مع الربورتاج الذي عده فريق البرنامج. يسألك إنه المجلس المحلي برأيك إنه هو شغله بس خدمات؟ والله لازم يكون في عنده شيء شغل ثاني. لا، المجلس المحلي لازم ما يكون بس خدمات، لأن نحن هلا في وقت حرب ووقت لازم يكون عنده تنسيق مع القرى، مع المناطق، مع الفصائل، مع يعني وخصوصا نحن مع منطقة عفرين، يعني لأن المياه كانت نحن عند عفرين. يعني المجلس عم ينسق مع الجهات اللي ذكرته؟ والله كان ينسق كويس، بس هلا ساءت العلاقة بين بسبب يعني وجود البي بي كي في منطقة عفرين. كيف بتقيم أنت، كيف تقييمك للمجلس المحلي؟ هل أنت راضي عن الخدمات اللي بيقدمها المجلس المحلي؟ والله مثل ما بيقول صار يعني المجلس المحلي صار في حالة إنه أجود كما موجود، يعني بيجود مثل ما هو موجود بس فقط. هل أنت راضي عن الخدمات اللي بيقدمها؟ والله الحمد لله راضي. يعني ليش؟ لأن مثلا تأمين المياه هي مشكلة كبيرة في دار عزة، عجز عنا يعني النظام. كونك احد المدنيين القاطنين في مدينه دارة عزة، شو هي يعني الصعوبات اللي بتواجهكم في المدينه والمجلس عاجز عن تقديم يعني اولا المياه. يعني اول شيء تجي الدرجه، لان دارة عزة مدينه لا توجد فيها ابار ولا يوجد فيها ما يعني بسبب جفاف الابار عندنا، يعني بيهمنا المي اول شيء. بعدين عندنا مشروع الخبز، الحمد لله تأمنت النظافة، يعني تأمنت 100% الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. من الريف الشمالي، من دارة. أنت نازح من الريف الشمالي على مدينة دارة عزة. نعم، على مدينة دارة عزة. المجلس المحلي مدينة دارة عزة شو عم يقدم لكم خدمات؟ والله بقدم خدمات كثيرة الحمد لله رب العالمين. إغاثة وغيره وخبز وغيره كثير يعني. الحمد لله خيرات جيدة والأخوة كلهم جيدين. انت عم يقدم لكم إغاثات؟ والله حسب علمي كل شهر، كل 20 يوم حسب، يعني ناس بتاخذ، ناس يعني بالدور. طيب كل واحد حسب دوره. النازحين اللي اجت من الريف الشمالي لهون على مدينه دارة عزة، امن لهم المجلس في بيوت؟ كل شيء. نعم. ما نقص شيء ابدا، بيوت واكل ومي وشرب. قديش عم ياخذوا اجار؟ اجار انا على حد علمي ما سمعت حدا اخذ اجار، العالم فتحت بيوتها هيك. بيوت مجانيه. ايه. نعم. على حد علمي العالم كلها فتحت هيك. نعم. هذا اللي بعرفه انا. نعم. انت اخذت بيت؟ انا صار لي هون زمان، انا من 4 سنين بجي وبروح، بس صار لي هون مقيم سنتين. نعم. طب انت عم تشوف شيء من نازحين الريف الشمالي هون ما عندهم بيت او عم بيعانوا مثلا في هاي المدينه؟ ما بشوف انا، وفي يعني الامور يعني ما بخلى الوضع حسب. انت زرت شيء قبل هالمره مقر المجلس المحلي؟ ايه زرته. نعم. شو كان لك شغل هنيك؟ كان عندي رخصه عمار. نعم. كان كويسه. بتجاوبوا معك؟ ايه خدمتهم كثير كويسه، تجاوبوا. نعم. يعني مكاتب كل اختصاص واختصاص، وشيء كويس كثير. مين انت من وين؟ مرتين. انت نازح من الريف الشمالي على مدينه دارة عزة، مين اللي استقبلكم هون؟ مين اللي قدم لكم خدمات في المدينه؟ والله الاهالي كلهم استقبلونا، ومجلس المحلي والشيخ اسعد. نعم. وجماعه اهل دارة عزة كلهم بشكل عام، يعني من عندنا. شو هي الخدمات اللي قدموا لكم اياها المجلس المحلي؟ قدموا لنا دشكات، حرامات، معونه، اغاثه، بيوت، مي. قديش اخذوا اجار بالبيوت؟ اجار؟ اعوذ بالله، ولا ليره، اعوذ بالله. انت الوحيد اللي ما اخذوا منك الا العالم كله، اعوذ بالله، ولا اجار ولا شيء. بالعكس كل يعني كل عائله يشوفوا محملين اغراض. نعم. سياره ونازحين، نسوان، اطفال، يفتحوا لهم بيوتهم، يفضوا لهم يعني فضوا لهم البيوت وجابوا لهم مي ببلاش واغاثه ودشكات. عمي انت ابن رتيان، شو بتوجه كلمه لاهالي رتيان والاهالي الريف الشمالي؟ اهالي رتيان باذن الله، باذن الله صامدين، مو بس اهالي رتيان، الريف الشمالي كله، ورجع قريبي باذن الله. ايمت الرجعة؟ ان شاء الله باقرب وقت ممكن، ان شاء الله قريبي إن شاء الله. جدا ان شاء الله. الله قريبي جدا باذن الله. شلون رضاك عن الخدمات اللي بيقدمها المجلس؟ انا بالنسبه لي بقول انه كل الناس يعني عم بيلحقوا، والاحواج عم بيلحقوا، الحاشا قل بيلحقوا. انتوا كشعب شو هي متطلباتكم هون في المدينه؟ متطلباتنا
بالشتاء تدفئه مثلا. والمجلس بيعمل لكم في تدفئه المازوت في مثلا حالته صعبه الارمله كذا في منهم عم بيامنوا لهم ما بعرف اذا المجلس او غيره. وفي يعني في ناس الحاجه كثير عم تاخذ مازوت. طيب وبالنسبه للنازحين اللي عم تجي على مدينه دارة عزة كيف عم يتعاملوا معهم؟ معامله كويسه من الاهالي. شو عم يقدموا لهم خدمات؟ عم يقدموا لهم خدمات سكن ألبسة يعني أغراض نوم تدفئة حتى مازوت أمنولن وحتى نقضي عطون. برعاية منظمة المغتربين السوريين. أعزائي المشاهدين أرحب بكم من جديد. سيد مروان معظم خلينا نناقش النقطة الأولى. معظم النازحين كان هناك يعني ثناء على أداء المجلس المحلي بشكل خاص وأداء وما قدمه أهالي دارة عزة في هذه الظروف التي مرت بأهالي الريف الشمالي. ماذا قدم المجلس المحلي كخدمات كبيوت؟ أول شيء المجلس المحلي كعلاقات نعم تواصل مع الجهات المعنية من الجانب الكردي كون العلاقات نجت عن طريق الأكراد نعم. والجانب من عزاز نعم. وتواصلنا في البداية أثر النزوح الضخم نتيجة التواصل تم التنسيق مع عزاز والجانب الكردي في مدينة عفرين وكان في تجاوب من كافة الأطراف. نشكر الجميع على تجاوبهم معنا واستطعنا ننقل الناس اللي محاصرين والخائفين ومن القصف والدمار في الريف الشمالي من عزاز على عفرين على دارة عزة. وكان مشروع هذا مشروع يعني له انه في النفس علالات مثل ما بقولوا واستطعنا ايواء هالناس واحتوائهم والحمد لله. ونشكر اهالي دارة عزة قدموا لهم بيوتهم بشكل الحمد لله بدون اي مقابل لانهم اخوتنا واهلنا. ونشكر المنظمات الفاعله على الارض كمنظمه شباب الفرقان ومنظمه غيس والمنظمات الاحسان وكل المنظمات الفاعله على الارض في كان هناك تكامل جهود لو ان تم التوافق مع والتنسيق مع كافه هذه المنظمات والتعاون معها في انجاز هذا المشروع الضخم اللي تحملته البلد وكان الواحد فيهم يمكن يضل 14 15 ساعه بدون نوم وبدون نعم. عمل. ونشكر الجميع وانا اتوجه بالشكر لكل اهالي دارة عزة وكل المنظمات الفاعله على الارض بالجهود التي قامت فيها والمحكمه والدفاع المدني والشرطة في مدينة دارة عزة والمنظمات اللي تذكرت لك يا كغيس وفرقان والإحسان وكافة المنظمات الفاعلة والشكر للجميع. سيدي البيوت فتحت مجانا للأهالينا من الريف الشمالي، هل هناك المجلس عوض السكان اللي عم يقدموا بيوتهم ولا كان هناك خلينا نقول تضافر جهود أيضا الأهالي كانوا قدموا بيوتهم مجانا لسكان وأهالينا من الريف الشمالي والريف الجنوبي أيضا؟ كان هناك تضافر جهود وهي عبارة عن ثقافة وأخلاق وقيم يتمتع فيها الإنسان اللي بيتمتع بالثورة فلازم يقدم كل شيء. فالشباب اللي عنا بالبلد أنا بتشكرهم وأعيد شكري لهم وللجميع قدموا كل الأمر مجاني وكل شيء بدون أي مقابل والحمد لله رب العالمين. وهذا فضل ونعمة واستضافوا الشباب وكان تأمين المكان وتأمين الغذاء والدواء والكيساء يعني اللي هو الاسفنج والحرامات اللي استطعنا نقدمهم حسب امكانياتنا الموجوده. بارك الله بكم. النقطه الثانيه من الاستطلاع ساناقشها مع السيد عبد الجبار. سيدي لحد الان معظم الناس عندما نسالهم عن اعمال المجلس المحلي يذكر الخدمات او الاغاثه فقط. هل فعلا عمل المجالس المحليه في المناطق المحرره في مسير الثوره يقتصر على الجانب الخدمي والاغاثي؟ بالنسبة للمجالس المحلية في ظل الثورة في ظل الأوضاع الراهنة لا يقتصر عمله على الجانب الخدمي فقط نعم. أو الإغاثي. هناك جانب مدني نعم. قيادة مجتمع كامل من ناحية التوعية ومن ناحية التعليم من ناحية السياسة العامة إنه نحن مقبلين على بناء دولة جديدة. فالمجلس المحلي هو ممثل عن المجتمع نعم. فهو نيابة عنه بيقوم برسم السياسات العامة للمجتمع الذي هو فيه
والذي هو مجتمع من ضمن المجتمعات الكثيرة في المناطق المحررة في طور مرحلة جديدة من أجل بناء سوريا الجديدة إن شاء الله بعد التحرير الكامل للأرض والخلاص من دكتاتور. برأيك ليش هل هناك نقص في التوعية؟ هل هناك المجالس لا تلتقي بالسكان باستمرارية بشكل دوري عم يؤدي لتبلور هذه الفكرة عند الناس؟ طبعا هو لأنه مجلس محلي يقتصر على الجانب الخدمي والإغاثي فقط، لأنه المتعارف عليه سابقا على الزمن القديم أنه المجالس المحلي أو البلدية سابقا كان اسم البلدية كان يقتصر دوره فقط على موضوع تقديم الخدمات. نعم. أما الآن فأصبح دوره بالإضافة لتقديم خدمات للمواطن صار لها دور توعوي ودور سياسي ودور توجيهي للمواطنين ورسم السياسه العامه في مجتمعاتها والمجتمعات المجاوره، لانه هنا في تبادل خبرات بين المجتمعات والمجالس المحليه. طبعا نحن قمنا بعده زيارات للمجالس المحليه المحيطه فينا، طبعا استفدنا من تجاربهم وهم استفادوا من تجاربنا في المجال هذا. بنفس الوقت نحن اي شيء ايجابي بناخذه منهم واي شيء ايجابي بالنسبه لنا كمان بياخذوه مننا. بارك الله فيكم. نعود للسيد مروان. سيدي على ذكرت الموضوع التنسيق، والان الموضوع المحروقات يمر بعده محطات حتى يصل للمناطق المحرره. ما دور مدينه دارت عزه او المجلس المحلي لدارت عزه في هذا الموضوع؟ كما ذكرت لك سابقا ان مدينه دارت عزه هي منطقه يعني تعتبر المنفذ احد المنافذ لمنطقه عفرين على تماس مباشر مع منطقه عفرين نتيجه التنسيق والظروف اللي عم نمر فيها كما تعلم، الريف الجنوبي والريف الشرقي وحتى الريف الشمالي صار كل جزء عم يسير من قبل جهات. نعم. يعني استطعنا من خلال بعد فك الحصار عن المازوت. نعم. وصل لعزاز، استطعنا ننسق مع جماعة عزاز وعزاز مع عفرين، وحاولنا نعمل خط عبور، وهذا الخط العبور ما هو مهمته فقط إيصال المحروقات لدارة عزة أو لعفرين فقط. نعم. إنما هو عمل إنساني لدارة عزة وخارج دارة عزة، يعني بده يمتد لحماة ولحمص ولكافة الجهات، وصارت المنطقة منطقة عبور كما تلاحظ. نعم. على الطريق عنا 6 كيلومتر الأرتال ماشية، سيارات ماشية، وهذا بتوقف الجانب الكردي كمان عم ننسق معه بحيث سير العمل، معدل 300-400 سيارة عم تجي مازوت، 500 سيارة كمان، هذا الأمر صعب وبشكل ضغط على الحواجز الموجودة وبشكل ضغط على الناس الموجودين، لذلك بده تعاون من الأهالي ومن الجهات الواقفة على الأرض ومن الجهات اللي عم تنسق، يعني سواء من الجانب الكردي اللي عم تعاون معه ونحن من الجانب اللي عندنا. هل هناك مخفر للشرطة الحرة في مدينة دارت عزة؟ وما طبيعة علاقته مع المجلس المحلي؟ لدينا مخفر الشرطة الحرة وعن يتكون من أكثر من 50 شرطي. نعم. ويعني طبيعة علاقته مع المجلس المحلي؟ علاقته مع المجلس علاقة يعني هو مهمته تأمين الأمن، المحافظة على الأمن والسلام. نعم. والخدمات ومؤازرة المجالس المحلية أو غيره، ويتبع عمليا يعني إذا بدهم رواتبهم أو هيك. نعم. كمان بيتصلوا معنا ومختم لهم إياه ومشاهد لهم. إذا هناك شق إداري للمجلس مع الشرطة الحرة؟ قطعا. نعم. سيد عبد الجبار في ختام هذه الحلقة، ماذا يوجه أخونا عبد الجبار في عيد الثورة؟ اليوم نحن في 15/3 نصور هذه الحلقة، ماذا يقول أخونا عبد الجبار لأهالي مدينة دارت عزة ولجميع المناطق المحررة ولأهالي سوريا عموما؟ طبعا أي إنسان بتمنى أنه نحن في حالة حرب، في حالة أزمة. نعم. كبيرة، نتمنى الخلاص في المدى القريب والعاجل جدا جدا، ونتحرر من الظلم والطغيان ونعود لحياتنا الطبيعية السعيدة، ونقوم ببناء دولتنا من جديد على أسس عادلة إن شاء الله، وأن يتعاون جميع أهل البلد في المجتمع الواحد مع بعضهم البعض والتكاتف مع بعضهم البعض من أجل إنجاح أي عملية، سواء كانت خدمية ولا كانت مدنية ولا كانت سياسية ولا كانت، بحيث يشارك الجميع في خدمة بلده ووطنه إن شاء الله تعالى. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر السيد عبد الجبار جر رئيس المكتب الهندسي والفني في المجلس المحلي دارت عزة. أهلا وسهلا. كما أشكر السيد الأستاذ مروان الحلو رئيس المجلس المحلي لمدينة دارت عزة، وكما يحب أن نقول له شاعرها. شكرا. الله يجزيكم خير. بارك الله فيكم. من هنا من حلب الإباء كنا وإياكم أعزائي المشاهدين في ضيافة المجلس المحلي لمدينة دارت عزة. أشكر فريق البرنامج الذي ساهم في إعداد وإخراج هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين.
هذا علي حلاق يحييكم، استودعكم الله في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.